السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان أفضل شهور العام، واحتضنه من بين الشهور بفريضة الصيام، وجعل صيامه أحد أركان الإسلام، وجعل فيه ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. ها نحن نستقبل شهر رمضان ليعيد للقلوب صفاءها، وللنفوس إشراقها، وللضمائر نقاءها بعدما تكدرت بفتنة الحياة وزحام الدنيا. فجاء رمضان ليبعثها من رقاد ويوقدها من سبات. فمرحبا شهر رمضان المبارك. رمضان مبارك عليكم جميعا إن شاء الله بالخير والصحة والأجر الكثير. اللهم اجعلنا من عتقاء الشهر الكريم، اللهم أعنا على صيامه وقيامه على الوجه الأكمل إن شاء الله. اللهم بلغنا ليلة القدر بإذنك يا الله. مرحبا بكم في أول فيديو في رمضان، وهو كيف نخطط لهذا الشهر المبارك، وما هي الخطوات اللازم التسطير عليها لقضاء أجمل رمضان بإذن الله. رمضان كله عبادة وأجر إن شاء الله. كيف أقضي أجمل رمضان؟ الخطوة الأولى، أهدافنا في رمضان. مع بداية الشهر يجب وضع برنامج للعمل عليه طوال هذا الشهر، ويجب أن نحدد الأهداف التي يجب أن نشتغل عليها. فمثلا العبادات كالصلاة في وقتها وقراءة القرآن، كذلك إضافة عادات إيجابية كالأكل الصحي مثلا، وترك عادات سلبية كالغيبة، النميمة، والكذب. وأهم شيء في هذه الأهداف أن تكون أهداف محددة وعددها قليل، حتى لا يكون صعب علينا الالتزام بها خلال هذا الشهر. الخطوة الثانية، وهي زينة رمضان. ومن أكثر الأشياء التي تحسسنا بأجواء رمضان هي الزينة، مثل الإنارة والفوانيس والأناشيد الدينية، كلها أشياء تعطي أجواء مميزة لهذا الشهر الكريم. الخطوة الثالثة، أفكار لتسهيل طاعات رمضان. من أهم العبادات التي لها أجر كبير في هذا الشهر، وهي ختم القرآن، صلاة التراويح، الالتزام بالصلاة، الذكر والدعاء، والصدقة. بالنسبة لختم القرآن، ممكن أن نختم القرآن الكريم إذا التزمنا بقراءة 4 صفحات بعد كل صلاة يوميا. ويفضل الإكثار من قراءة القرآن الكريم في هذا الشهر حتى نتمكن من ختمه أكثر من مرة. بالنسبة لصلاة التراويح، أجمل شيء كي نعيش أجواء المسجد ونحس بصلاة التراويح في ظل هذا الحجر الصحي هو الصلاة جماعة مع الأهل. فيما يخص الالتزام بالصلاة، يجب المحافظة على الصلوات في أوقاتها. الذكر والدعاء، أفضل طريقة للالتزام بأذكار الصباح والمساء هي أن تكتبوها وتعلقوها على الحائط، ويمكنكم أيضا أن تضعوا منبه عندما يرن تقومون بقراءة الأذكار. ونحاول ما أمكن أن نذكر الله في كل مكان وفي كل وقت، وما نسوش فضل الدعاء قبل الإفطار لأنه وقت استجابة، وللصائم دعوة لا ترد. نتذكروا الأدعية اللي بغينا نقولوها، وما نساوش الدعاء للوالدين ديالنا والأحباب ديالنا والأمة الإسلامية. وبالنسبة للصدقة، فكين هناك أفكار كثيرة، ولكن مع هذا الحجر الصحي يعني ما يمكنش للإنسان يخرج. لهذا يعني كنصحكم باش الواحد يخصص واحد المبلغ، يعني اي حاجة يقدر عليها ويخزنها حتى يتصدق بها في نهاية اخر رمضان ان شاء الله. الخطوة الرابعة، وهي اشياء يجب ان نتجنبها في رمضان. هناك 3 اشياء يجب علينا ان نتجنبها في شهر رمضان، وهي الاسراف في الاكل، كثرة النوم، وكثرة استعمال الهاتف.
فإذا اجتنبنا هاد ثلاث أشياء فغادي يكون رمضان إن شاء الله مختلف، كل عبادة وطاعة وأجر عند الله سبحانه وتعالى. الخطوة الخامسة وهي الخطوة الأخيرة، وهي كيف نختم رمضان. إن نهاية شهر رمضان لا تعني نهاية العبادات، وإنما هي بداية للتغيير في حياتنا. فلتكن نيتنا الالتزام بهذه العبادات التي ذكرنا طوال حياتنا بإذن الله. واجعل ختام رمضان مسكا، لا تهدم ما بنيت ولا تنقص ما بدأت ولا تفرق بالذنوب ما جمعته من حسنات. اللهم أعنا على الصيام بطاعتك، واجعلنا من المقبولين برحمتك، ومن المعتوقين من النار بفضلك. اللهم مع بداية هذا اليوم المبارك من الشهر المبارك، يسر لنا أبواب الرزق والفرج والفتح والتيسير، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا يا الله. اللهم عوضنا عوض الصابرين الشاكرين لفضلك العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية ودفاع الأسقام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا حتى ينقضي، وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقمك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني فيه التنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين. اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وأتامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين. أسأل الله أن يجعلكم من عباده الصالحين، وينور قلوبكم بالإيمان والرضا والعفو عما مضى، وأن لا يسلط عليكم حاقدا ولا حاسدا، وأن يجعل أيامكم ولياليكم عامرة بالمسرات، وأن يحفظكم وأهليكم من كل بلاء ووباء وسقم، ويبلغكم شهر رمضان المبارك وأنتم في عافية وصحة وأمن وأمان، وأن يغفر الله لي ولكم ولوالدي ووالديكم، ويشملكم برحمته ويسكنكم جنات النعيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا كينتهي الفيديو ديالنا، كنتمنى إن شاء الله يعجبكم وتستفدوا منه. وكنقول لكم مرة تانية رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحة والسلامة، وباش ما تمنيتوا إن شاء الله برفع هذا البلاء. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.